جار قبل الدار. دائما نسمع هذا المثل بس ما عمرنا عرفنا شو قصته ولا ليش نحكى ولا كيف نحكى. قصة هذا المثل انه كان في رجل جار لبي يدفي البغدادي، وكان هذا الرجل عليه ديون كثير، وبيوم الايام كثر الدين عليه كثير، قرر انه يبيع بيته حتى يسدد دينه، وعرض بيته للبيع. سمع بيدفي البغدادي بالموضوع وسأل انه ليش بده يبيع بيته، حكوا له انه بده يبيع بيته عشان يسدد دينه. كان ما بيدف انه شوفوا لي وين دينه عشان انا اروح اسده عنه وما اخليه يبيع بيته. بالفعل شافوا وين دينه، راح بيدف البغدادي وسدد الدين عن هذا الرجل وما خلاه يبيع بيته. لما سمع الرجل انه بيدف عمل هيك مقابل بس انه انا جارك وما لازم تبيع بيتك لانك انت محتاج، حكى المثل الشهير انه الجار قبل الدار، يعني انه اختار جارك قبل ما تختار مكان دارك. لما بدنا نربط هذا المثل على ارض الواقع بنقدر نحكي انه التكافل الاجتماعي والتشارك كل شيء هو اساس بناء مجتمعنا. من اثار التكافل الاجتماعي علينا انه بخلينا نشعر بالراحه والحب والاطمئنان.